دكتور صالح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 20 مستشفى خرجت عن الخدمة، تقريبا أقل من 8 سيارات إسعاف تعمل الآن في قطاع غزة. هل من تصور وضعتموه لمحاولة التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني أو إنقاذ هذا الوضع الراهن في قطاع غزة يعني قريبا أو في الأيام القادمة؟ هو الحقيقة نحن على تواصل دائم، وهناك يوجد سيارات إسعاف الآن تبرعت بها جهات عدة وموجودة في رفح ومنعت من الدخول بكل أسف، دخل القليل من مما تبرعت به جمعية الهلال الأحمر الكويتي. ولكن المشكلة الآن في المحروقات والمستشفيات سوف تتعطل، لأن ليس لديها كهرباء والأجهزة التي التي تبقي الإنسان على قيد الحياة في غرف العناية المركزة، تحتاج إلى كهرباء وتحتاج إلى أكسجين، فجميع هذه الأساسيات لإبقاء الإنسان على قيد الحياة حقيقة منعت، فهي جريمة بجميع المعايير. والحقيقة لا يستطيع حتى القطاع الصحي الآن في غزة أن يستمر، فسوف تتوقف جميع المستشفيات الواحد تلو الآخر إن لم تتوفر، إن لم يتوفر الوقود، إن لم تتوفر كذلك الأدوية والملزمة والأكسجين، وهذه يعني بديهيات لتقديم خدمة صحية. وقبل كل ذلك كله الأمن، حيث أن المستشفيات أصبحت هدف بكل أسف، زي ما شفنا مستشفى المعمداني يقصف، والآن مستشفى الشفاء يحاصر، المستشفى الإندونيسي، مستشفى الرنتيسي، مستشفى القدس، المستشفى الإندونيسي، المستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يحاصر ويعطل عن العمل، رجال الإسعاف ورجال الإنقاذ ورجال الإغاثة يستهدفون. فالحقيقة الشيء فوق ما يتخيله البشر أن يحدث ذلك في القرن 21، وخاصة أن العالم كله يشاهد في الصوت والصورة، ما في أحد يقول والله ما كنت أعرف ولا ما كنت أدري، هذا أمام الناس. العالم الآن مع الدورة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح الجميع يرى ويشاهد ما يحدث في غزة.